لهذا السبب تعيش بعض الأسماك على الأشجار وليس في المياه. توجد بعض القوانين البيئية المعروفة بأنها قواعد ثابتة لن تتغير، مثل شروق الشمس من المشرق، ولكن توجد بعض القواعد في الحيوانات تختلف بعض الشيء. على سبيل المثال، هذا النوع من الضفادع يقال إنه يفضل تناول الثعابين كما هو واضح في هذا المقطع، ويقال إن وزن هذه الضفدعة يصل إلى رطل بالكامل وطولها إلى 6 بوصات. يقال إنها تبقى في مكانها لفترة طويلة حتى تأتي الفريسة في القرب منها، وبعدها تستطيع الضفدعة الهجوم عليها. نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض من الحيوانات التي تقوم بعمل أشياء غريبة جدا حول العالم. ولكن قبل البدء، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. كان يتوقع الكثير من الناس أن الثعابين هي التي تستطيع افتراس الضفادع فقط، ولكن في الحقيقة إنه هذه الفصيلة لها القدرة على افتراس الثعابين. بالإضافة إلى أنه في هذا المشهد الرائع كانت هذه الضفادع قادرة على الوقوف على ظهر هذا الثعبان حتى تستطيع تجنب هذه الكميات الكبيرة من المياه التي تشكل خطورة كبيرة جدا على الضفادع في حالة حدوث الفيضانات. يوجد نوع من الأسماك يعتبر واحدا من أغرب الأسماك التي توجد حول العالم، وذلك بسبب أنه من المعروف أن الأسماك تعيش في المياه، لكن هذه السمكة لها القدرة على المعيشة على الأشجار لمدة تصل إلى حوالي 66 يوما بالكامل، وذلك بسبب أن هذه السمكة لها قدرة كبيرة جدا على الحفاظ على المياه في الخياشيم الخاصة بها، مما يساعد على إتمام عملية التنفس طوال هذه المدة بكل سهولة. ولهذا فهي تعتبر واحدة من أغرب أنواع الأسماك، ويقال إنها تقوم بعمل هذا الشيء عن طريق القفز من على سطح الأرض بهذه الطريقة في موسم الجفاف. هل رأيت من قبل هذا النوع من النباتات الذي يستطيع أن ينبت مع اتجاه الجاذبية عكس باقي النباتات بهذه الطريقة؟ تم اكتشاف هذه الشجرة التي كانت تعتبر واحدة من أغرب الأشجار حول العالم، والتي كانت تتدلى من السقف بهذه الطريقة الرائعة التي أدهشت الكثير من العلماء. في البرازيل يوجد هذا النوع من الأشجار التي تنمو الثمار الخاصة بها على الأفرع الخاصة بهذه الشجرة بهذه الطريقة، وعلى عكس ما يعتقد الكثير من الناس أن هذه الثمار التي تنمو على الشجرة ليست سامة، بل إنها عادية ومن الممكن أن يستطيع الإنسان تناولها، ويقال إنها لا تنمو إلا في فترة معينة، وهذا ما يثير فضول الكثير من السياح حول العالم حتى يتمكنوا من رؤية هذه الشجرة. يوجد نوع من البعوض معروف باسم بعوض الفيل، وهو يعتبر واحدا من البعوض التي تمتلك شكلا جميلا للغاية، بالإضافة إلى أنه مختلف عن باقي أنواع البعوض المعروفة، حيث أنه لا يعتمد على امتصاص الدم، يعتمد على امتصاص بعض من السوائل التي توجد في النباتات المختلفة، وهذا ما يميز هذه الفصيلة عن باقي الفصائل، بالإضافة إلى أن اليرقات الصغيرة الخاصة بهذه الفصيلة تعتبر واحدة من اليرقات المختلفة، وذلك بسبب أن يرقات هذا النوع من البعوض لها القدرة على امتصاص دم اليرقات الأخرى، حيث يقال إن اليرقة الواحدة قادرة على قتل 5000 يرقة، وهذا يؤكد على خطورة هذا النوع من الحشرات بالرغم من أنه صغير جدا في الحجم. في الهند يوجد عدد كبير جدا من الجاموس، ولكن من المعروف أن المناخ الخاص بالهند يعتبر واحدا من الأماكن الحارة جدا، وهذا ما يجعل فصائل الجاموس تحاول دائما البقاء في المياه لأطول فترة ممكنة، وذلك كي تستطيع تجنب هذا المناخ الحار والتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.
والبعض الآخر يحاول البقاء في المكان الذي يحتوي على كمية كبيرة من الطمي حتى يتمكن من التغلب على الحر الشديد. وهذا ما يميز هذه الفصيلة عن باقي فصائل الجاموس الموجودة حول العالم، بالإضافة إلى أن الجاموس يحاول البقاء في المياه لأطول فترة ممكنة، كما أنه يستطيع السباحة على أعماق كبيرة جدا كما لو كان واحدا من حيوانات فرس النهر. حتى يقال إنه في يوم من الأيام حدث فيضان كبير، واستطاع هذا الرجل النجاة من هذا الفيضان عن طريق البقاء على ظهر الجاموس بهذه الطريقة. هل رأيت هذا النوع من الصبار من قبل؟ هذا النوع من الصبار له القدرة على النمو في الأماكن التي تمر من خلالها الحمم البركانية من البراكين النشطة بطريقة مخيفة جدا، كما أنه يعتبر واحدا من أغرب النباتات التي توجد حول العالم، وهذا ما يثير فضول وإعجاب الكثير من الناس. في جنوب أفريقيا يوجد نوع غريب من النحل، وهذا ما يدهش الكثير من العلماء، وذلك بسبب أنه من المعروف أن النحل يعتبر واحدة من الحشرات الصغيرة في الحجم التي تتمتع بنشاط كبير جدا. ولكن على الرغم من ذلك يقال إنه تعتبر هذه الفصائل واحدة من الفصائل التي لا تتمتع بنشاط كبير على عكس ما هو معروف، حيث أنه من الممكن أن تنام النحلة داخل أي زهرة كما هو واضح في هذه الصور، وهذا بسبب أنه تتعرض هذه الحشرات إلى كمية كبيرة من الضغط والعمل، وفي المقابل تحصل على قسط بسيط من الراحة داخل خلية النحل، وهذا ما يسبب حدوث هذه الظاهرة مع بعض من أفراد هذه الفصيلة بطريقة طبيعية. انتشرت هذه الصورة الغريبة لكوكب المريخ، والتي فيها كانت الشمس تظهر باللون الأزرق، ولكن يؤكد العلماء على أن هذا بسبب اختلاف الغلاف الجوي على سطح كوكب المريخ على عكس كوكب الأرض. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.